مساء الخير يا جماعة، كل سنة طيبين. ناس بتعيد راس السنة وعيد الميلاد وبداية سنة جديدة. إن شاء الله النهاردة هنفتح بزيادة، حجم كبير حجم صغير، أطعمة مختلفة all in one، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم وتنبسطوا معانا. لو سمحتوا اللي يشوف الفيديو يعمل لايك وسبسكرايب ويفعل الجرس. هنفتح أول كيس معانا طعم. كسبت إيه؟ كسبت هدية دبدوب وأرنوب. دلوقتي هناخد طعم تاني، طعم شطة، نحطها مع بعض. كسبنا لعبة ده ديك وصفارة. اتفضل، هي لعبة واحدة خلاص، مفيش تاني. هنفتح كيس تاني طعم الجبنة. نكسب ايه بقى؟ سيبنا طيارة. طيارة؟ مفيش تاني؟ في طعم كاتشب بقى، ده ب 10 جنيه يا جماعة. ده بقى المفروض فيه هدايا أكبر. طيارة ايه الأول؟ ده ب 10 جنيه، طعم كاتشب. نفتحه مع بعض. كسبنا ايه؟ غوشتين غوشتين و زي حظاظة طبعا بناتي. كسبنا ايه؟ الله، كسبنا كسكوت بيمشي يمشي بالزمبلك. تعال نجرب ممكن نعرض كل الهدايا دلوقتي. كسبنا من الكيس الصغيرة التلات حاجات دول، لعب بسيطة طبعا. دلوقتي كل الهدايا الحلوة في الكيس الكبيرة دي تنفع البنات، تنفع يعني هما كمان تلاتة مش اتنين. وده كتكوت حلوة لعب للأطفال. دلوقتي هنفتح الأكياس، هنفتح الغوايش. شكرا، هما ثلاثة اهو، ذهب صيني. ودي أول هدية معانا. تاني هدية كتكوت، هنجربه. هو أسهل إن شاء الله الأطفال، هيوصل إن شاء الله. تالت هدية معانا، دي صورة حتى على المكتب لذيذة يعني. تالت هدية طيارة، لا قدها خالص شكله بس. خامس هدية افتحته، ده دي صفر كده، اسمعوها بقى شغال حلوة. يلا كل سنة طيب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية. يلا،
باي باي.